ناس تقول له شفنا ابنك وكان بيسأل صلاح السعداني وبعض أصدقائه في الوسط رأيكم بيعمل ايه، وقالوا له لا كويس. وبعد حكاية إمبراطورية مين؟ نجحت في الثانوية العامة. قرب قرب واتفرج. أنا عادل سليم البدر. طب طقطق منفصل مخك واسمعني. عامر بيقول لك هيرجع زي الأول يا بلاش. الفتوانة دي من حقي وهاخدها بدراعي. الملك عازمنا على مهلبية. معايا نرقص. نرقص. أيوه. الفل الناس الفل. لا انا هقول لكم على الحقيقه. الزمن ما يغيرش الزمن، بس برضو ما فيش حق في الدنيا لا اقدس ولا اكبر من حق الحياه نفسها. على طول الحياه ما